نفوم إمفيوت نمبشيل نمببنما إس أوات ونوتي إن أوت أمين. أخذنا في المحاضرات السابقة إزاي نقسم الكلمات وإزاي نقرأ. النهاردة هنكمل مع بعضينا بعد الكلمات البسيطة وإزاي نقرأها. هقول مثلا إفنوتي، ودايما الكلمة دي بنقولها، كلمة إفنوتي معناها الله. تعالى كده نقسمها عشان نعرف نقراها. اف نو تي دي اف، وهنا ان، ودي او مضمومه ودي تي، تبقى اف نو تي معناها ايه؟ الله. كلمه ابونا بيقولها على طول في كل قداس او في كل عشيه او في كل باكر، اش ليل، وكلمة إشليل معناها صلي. طب نقسمها ازاي؟ إش ليل، عشان دي إش ودي لام ودي إي ودي لام، فتبقى إيه؟ إش ليل معناها إيه؟ صلي. هقول مثلا كلمة زي كده، إب كا هي، كلمة إب كا هي معناها الأرض. طب نقسمها ازاي؟ هتبقى إب كا هي، عشان دي إب ودي كاف ودي آ ودي ه ودي إي، تبقى إب كا هي، وكلمة إب كا هي معناها الأرض. هناخد تعبير تاني، واحد بيشكرك على حاجة فبيقول لك شكرا، طب تقولها له بالإبس إزاي؟ هتقول له مثلا شبه موت، شبه موت، شبه موت. تمام، شكرا معناها ايه؟ شكرا. تعال نقسمها كده، شيب ايه موت، لان ده شين وده ايه وده ب وده ايه وده ميم وده او وده ت، فتبقى شبه موت، شكرا. طب لو هناخد تعبير تاني، مثلا عايز تقول لواحد، مثلا واحد بيخبط وانا بدي المحاضره، فبقول له ايه؟ اتفضل. طب كلمه اتفضل اقولها له ازاي بالابتي؟ اقول له ايه؟ ابي اهمت، ابي ايه موت، وكلمة اي اهمت معناها ايه؟ تفضل، اري اهمت. تعالى نقسمها كده، اري اهمت، ده اه وده بي وده اه وده ميم و او و ت، تبقى اي اهمت تفضل. لما اطلب مثلا طلب من واحد عايز اقول له ايه؟ يا فلان اعمل كذا، فيقول لي حاضر. طب يقولها لي ازاي حاضر؟ يقول لي اونوفري بي، او نوفري بي، كلمة اونوفري بي معناها ايه؟ حاضر. طب تعالى نقسمها، اونوفري بي ادي او نوف ري، لان ده طويله ومضمومه بتاعت الفول، وده الني وده الاو وده الف وده الر وده الاي، تمام، ودي ب وده ايه، فتبقى او نوف ري بي، ونوف ري بي معناها ايه؟ حاضر. طب ناخد تعبيرات زي مثلا دايما بيقول شيريني ماريا، السلام لك يا ماريا. تعال نشوف كده، شي ادي شي، شيريني، وكلمة شيريني السلام لك يا ماريا، شي شيريني، لان ده شين وده ايه وده راح وده ايه، فتبقى شيري وده نون وده ايه، فتبقى شيريني، اقول شيريني ماريا معناها ايه؟ السلام
لك، عايز اقول السلام لك يا مريم. طب عايز اقول لواحد مثلا شيرق قديس من القديسين، نفس شيري هي هي، بس بدل من اتنين اقول نار. السلام لك شيرينق، شيرينق وبمارتيوس السلام. طيب عايز مثلا بعد ناخد شويه تعبيرات تاني، خلصت القداس واحد قال لك تعبير شيئن رومبي، تعال نشوف عشان التعبير ده متداول جدا جدا بعد نهايه القداس، لما بيقول شي ان رومبي. شن رومبي معناها 100 سنه، وبتيجي بمعنى تعيش وتصلي، لان كلمه شي معناها 100، ان رومبي سنه، فشن رومبي معناها 100 سنه وبتيجي بمعنى تعيش وتصلي. طب تعالى دي الشي وده ايه؟ هتبقى شيء ان روم بي، لان ده ان وده راح وده او وده ميم وده ب وده اي، فتبقى شيء ان روم بي. شيء ان روم بي معناها 100 سنه. طيب لو هناخد تعبير تاني مثلا كن معافى في الرب، هقول له ايه؟ هقول له اوجاي خنب شويس، او جاي خين بتشويس. معناها ايه؟ كن معافى في الرب. وجاي خين بشويس، تعال نقسمها كده، و جاي خين بشويس، لأن ده طويلة ومضمومة، فتبقى وده الجيم وده الآ ده إي، فتبقى جاي خين خين إب ده تش وده او، فتبقى شو وده اي وده سين، فتبقى جاي فين اب تشويس. كن معافى في الرب. بعض التعبيرات بتستخدم على طول، عايز اقول مثلا شيء رومبي، واحد هو طالع من القداس اقول له تعيش وتصلي، او عقبال يعني 100 سنه، 100 سنه تصلي، فاقول له شيء رومبي، اقول له واحد وجاي خنب شويس يعني مع السلامة أو أكون معافى في الرب، وجاي خنب شويس. يبقى في تعبيرات بتستخدم في الحياة اليومية، في حاجات كتير تعبيرات بتستخدم في الحياة اليومية ممكن إيه أستخدمها في اللغة القبطية، زي ما أخدنا المحاضرات اللي فاتت لما مثلا عايز أقول صباح الخير نوني أتوي، صباح الخير باسون يعني صباح الخير يا اخي، صباح الخير ناني اتوي تماف، صباح الخير يا امي ناني اتوي تاسوني، صباح الخير يا اختي، وهكذا. في تعبيرات بتستخدم، التعبيرات دي ممكن استخدمها في حياتي العمليه، واحنا بناخد مع بعض ازاي نقرا ونقسم. يبقى اي كلمه في اللغه القبطيه اشوفها اعمل ايه؟ في البدايه اكتب بالعربي عليها لحد ما اعرف النطق بتاعها ايه، بعد ما عرفت النطق بتاعها ابدا ان اقسم الكلمه، يعني اقسم مثلا ان رومبي، فاجي مقسمها ان رومبي، يبقى البدايه بنبدا في ان احنا بنقسم او جال خين اب شويس، ابدا اقسم الكلمات، فبالتالي اعرف ان انا اقرا اللغه القبطيه. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.